السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك محمد عادل من شركة رياض للتصميم. دلوقتي هبدأ أشرح لحضرتك كيفية إضافة المحتوى أو التحكم في محتوى الموقع من خلال لوحة التحكم الخاصة بالموقع. إزاي أقدر أضيف الإعلانات أو أتحكم فيها بالحذف أو الإضافة، وده بيتم كله من خلال لوحة التحكم. عندي هنا لوحة التحكم بعد الدخول عليها بالبيانات التي تم إرسالها سابقا. عندي هنا على اليمين كل التابات الخاصة بالتحكم في محتوى الموقع. عندي أول حاجة إعدادات الموقع، ثم الإعدادات الرئيسية أضغط عليها ضغطة واحدة، بين إني على الإعدادات الأساسية للموقع زي اسم الموقع والوصف الخاص بالميتا تاج في جوجل والكلمات المفتتحية في جوجل، Incoming chat. ثم وصف الموقع تمام اللي بيظهر تحت الموقع هنا تمام، ثم الحقوق، كل ده بيظهر عندي تحت حقوق الموقع هو مؤسسة سوق الصعيد تمام. شعار الموقع بيتم التحكم فيه من هنا، وحالة الموقع اذا كان مفتوح او مغلق، ولو هو مغلق الرسالة اللي بتظهر للعميل ان هو الموقع مغلق للاسباب التالية: رقم الهاتف الخاص بالموقع والبريد الإلكتروني وبداية الأعوام. كل ده مكتوب قدام كل تحكم ليه موجود هنا. ثم لما بخلص أي تغيير للإعدادات بضغط على حفظ الإعدادات عشان يحفظ التعديلات اللي عندي. بعد كده إعدادات العلامات المائية، والعلامة المائية دي هي اللي بتضع على الصورة اللي بتضع على الإعلانات في صور الإعلانات عشان يديها الحقوق الملكية الخاصة بالإعلانات تمام. لو أنا مختار تفعيلها تبقى مفعلة. نوع العلامة المائية نص، يبقى أكتب كلمة معينة، الكلمة دي هي سوق الصعيد. عايز صورة يبقى صورة معينة واختار الصورة من تحت من هنا تمام، والمكان بتاعها كمان، وبتظهر قدامي بالشكل ده كاختبار. بعد كده الرسائل والطلبات اللي بتجيلي على الموقع بقدر استقبلها من هنا. كل الرسائل اقدر اعمل لها حذف او اعرضها واشوف ارد عليها او اشوف المحتوى الخاص بيها. والرسائل الاخرى من الاعضاء المسجلين، والتحويلات البنكية برضو لو في تحويلات بنكية قادمة من اي عملاء بيجيلي التحويلات هنا مربوطة بحسابات البنكية اللي موجودة على الموقع. التحكم في الاعلانات، وده اهم حاجة، عرض الاعلانات تمام. انا عشان اضيف اعلانات هنا، وانا بضيف اعلان في الاقسام سواء عقار سواء سيارات ايا كان الاقسام اللي عندي، فلازم الاول اعرف ازاي اتحكم في الاقسام. التحكم في الاقسام، هشوف الاقسام عندي، الاقسام هنا كلها سوق السيارات سوق العقارات وهكذا، كل ده الاقسام اللي عندي. لو عايز اعدل على اي قسم فيهم بعمل عليه تعديل، لو عايز احذفه بضغط على حذف. لو عايز اعمل تعديل كده اضغط على تعديل واعدل اسمه واختار القسم لو هو فرعي او رئيسي تمام، ولو في صورة خاصة بيه، ثم تنفيذ. طيب لو انا عندي اقسام فرعية داخل القسم ده ازاي اجيبها؟ يعني سوق السيارات في اقسام فرعية جواه، بضغط على سوق السيارات بلاقي كل الاقسام الفرعية، التويوتا مثلا، نيسان، كل السيارات بانواعها المختلفة. وداخل كل قسم من انواع السيارات نفسها في اقسام فرعيه اخرى من التويوتا، الموديلات الخاصه بيها: تويوتا افلون، تويوتا اريون، تويوتا ايكو وهكذا تمام. لو عايز اعدل على اي حاجه في دول هقدر اعدل على كل ده. طيب بعد كده عندي التحكم بالاعلانات، ببدأ من هنا اتحكم في الاعلانات زي ما انا شايف. التحكم بالاعلانات، اقدر اضيف بقى الاعلانات اللي انا عاوزها، اضافة اعلان جديد، ثم اضيف الاعلان من خلال ان اختار القسم بتاعه والاقسام الفرعية ليه والماركة والسنة والدولة تمام، ثم اكتب السعر واختار اذا كان اعلان مميز او افتراضي، وسيلة الاتصال وعنوان الاعلان والنص والتفاصيل الخاصة بالاعلان، ولو في صور اختار الصور الخاصة بالاعلان، ثم اختار على تنفيذ عشان يتم اضافة الاعلان. طيب بعد كده باجي هنا تعليقات الاعضاء، بقدر اشوف كل تعليقات الاعضاء، لو في تعليقات منافية او مش عجباني اقدر اعمل لها حذف، واقدر اعمل عرض لكل التعليقات من هنا. بعد كده تقييمات، اشوف التقييمات الخاصة بالاعضاء،
لكل اعلانات موجودة، واقدر اشوفها او احذفها. صفحات الموقع اقدر اشوف الصفحات من هنا، كل اللي عليها علامة الصح دي هي الصفحات الموجودة او المتاحة داخل الموقع. اي صفحة من دول اقدر ادخل واتحكم فيها، زي شروط الاستخدام اقدر ادخل واتحكم فيها من اول اسمها وكل التفاصيل اللي موجودة جواها، ثم اضغط على تنفيذ عشان اعدل عليها. كذلك الدول والمدن اللي موجودة في الاعلانات اقدر اختار، او في دول تانية اقدر اضيف دول اخرى من هنا وهكذا. كذلك حسابات البنوك اقدر اضيف حسابات البنوك من هنا، لو في بنك مشترك فيه وعايز اضيف الحسابات بتاعته ورقم اسم الحساب ورقم الحساب والايبان الخاص بيه. وبكده يبقى قدرت اتحكم في كل الاشياء الموجودة داخل الموقع. اتمنى يكون الشرح كان كافي وواضح. لو في اي استفسار تقدر تتواصل معانا دايما، وهيتم الرد على حضرتك في اسرع وقت. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.